ورا الدنيا دلوقتي. يا فرح انت مؤيده، انت سمعتي طبعا، هو وفي امثال كتير بنسمعها، وبرضه ما بنعممش الموضوع، لان في ناس كويسه وفي ناس بيبقى عندهم مشاكل. انت مؤيده وقلتي لا انا ما عنديش مشكله لما اتجوز اقدر اعيش في بيت في عيله. مش معنى انا حاسه ان انا يعني لما هتجوز حد اكون بحبه، فانا لما احبه هحب اهله. مش هبقى بس عشان مشاكل مامتك قالت اختك قالت، لا انا هبقى عايزه حياه هاديه، لان انا اتحرمت من الجو الاسري ده. فانا بحب الونس. اتحرمتي منه ازاي؟ يعني انا ما عشتش يعني طفولتي كانت ملخبطه كده، ما كانش فيه الجو العائلي ده. اه انا بنت وحيده. اه عشان كده اه يبقى تبين. فانا شايفه عايزه عيله في حالها. انا هبقى لايف كوتش بعد كده. يعني انا هحبه فهحب مامته قوي، حتى لو هي مثلا زعلتني شويه خلاص هعدي، مش هفضل واقفه. يعني جيب لي وجيب لها وجيب له اختك وجيب، يعني عادي بالصراحه. عادي مش هتتضايقي مثلا لو حسيتي ان انت بتقولي له في موضوع مثلا او بتربي ابنك بطريقه معينه وراحت هي اتدخلت وقالت لك لا كده غلط كده صح، انت عايزه تروحي المشوار الفلاني، قالت لك لا خدوني معاكم وانت عايزه تقعدي معاه لوحده، يعني الحاجات دي مش هتضايقك؟ انا وقتها هكون محايده جدا. انا وقتها هكون محايده. وبرده في اللي يعرف عنك الاكبر منك بسنه يعرف عنك اكبر منك بيوم بيعرف عنك بسنه. فانا شايفه ان انا هكون محايده، لان هم برده هيكونوا بيحبوا ابني. ما هو يعني هيكونوا بيحبوا، انا قصدي جوزك. جوزي هما هيكونوا برضو، هكون محايده يعني. انا هكون محايده. لكن مش هتبقى متضايقه من الموضوع؟ ست كبيره امي معلش احنا محتاجين نخدمها، الحاجات دي مش هتبقى مضايقاكي؟ لا خالص بصراحه. انا لو هجيت اتجوز مثلا ولقيت مثلا هو عايش لا بلاش. قلت لك خليك الحلقه دي محايد. انا مخطوبه على فكره. لا بقى يعني ربنا يتمم لك على خير. انا مش قصدي كده، انا بتكلم اللي هي اصلا احنا بنتلاقي كده، عارفه اللي هو السم في العسل. قلت لها يعني لو قال لك مامتي ست كبيره هتخدميها مش هتبقى عادي؟ حاجه انا كنت مخطوبه يعني، بس كنت عارفه ان هو كان وحيد مامته كده، وجي قال لي ان مامته هتقعد في مكان وهو في مكان، احنا في مكان ومامته في مكان. انا اللي عرضت عليه قلت له لا مامتك تعيش معانا وانا هخلي بالها، يعني هخلي بالي منها كانها مامتي، وما كنتش متضايقه خالص. امال ليه باظت الخطوبه؟ ده هو خسران كده.